ومن العلامات الصغرى للساعة أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب. الفرات نهر يلتقي بنهر دجلة ويصب في الخليج العربي. هذا النهر يحصر يعني يخرج جبلا من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل من كل 199 كل رجل يقول لعلي أنجو به. وعند ابن ماجه يقتل 9 أعشارهم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال ابن حجر رحمه الله: لما ينشأ من أخذه من الفتن والقتل. وزعم بعض الناس أن هذا الذهب الذي يحصره الفرات زعموا أنه هو البترول، وهذا خطأ. لما؟ لأنه قال يحصر عن جبل من ذهب ولم يقل من نفط. وإن كان النفط يسمى ذهبا أسود لكنه ليس في عرف الشرع بهذا الاعتبار. ثم ماذا قال؟ يحصر، ومعلوم أن البترول يستخرج بالآلات، ثم إنه نص على أنه في نهر الفرات، ومعلوم أن النفط مستخرج من البر ومن البحر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. لو كان كذلك لما جاز لنا أن نأخذ هذا البترول، فدل هذا على أنه جبل حقيقي، وليس المقصود هو النفط.